هناك إشادة أيضا من قبل الصحافة الغربية بطائرات بيركدار التركية، ماذا تعلق على هذا الأمر سيد لويس؟ مرة أخرى أعتقد أنه كلنا من مسلحة الجميع مواجهة هذا العدوان، ولكن علينا أن ننسى بأن أي مواجهة مباشرة بين روسيا والاتحاد الروسي والحلف الناتو ستؤدي أو سيؤدي إلى كارثة للجميع. ربما يعني قد نتحدث عن اندلاع الحرب العالمية الثالثة، فنحن من ناحية متأكدون بأن من الضروري تقديم هذه المساعدة العسكرية سواء كان من قبل دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي أو من قبل حلفائنا في الناتو، ولكن في نفس الوقت ندرك بأن علينا أن نكون علينا أن نكون مدركين أو مدركون نحن مدركون تماما بأن هناك خطورة لاندلاع هذا الصراع، ومن مسحة الجميع تجنب هذا السيناريو المرعب. نعم. ولكن اعتقد انه يعني اثبتت السلطات الروسيه حتى الان على الاقل بانها غير مسؤوله اطلاقا. راينا تصريحات غير مسؤوله من قبل السيد لافروف ومسؤولين كبار اخرين بامكانيه استخدام الاسلحه النوويه. هذا الكلام غير مبرر وغير مسؤول.